ميدانيا، حيث تمكنت وحدات من الجيش السوري من فرض سيطرتها الكاملة على قريتي معدان عتيق ومظلوم بريف دير الزور. وقد أسفرت عمليات الجيش عن مقتل وإصابة عدد من إرهابي تنظيم داعش مع تدمير آليات وعتاد لهم. يأتي هذا فيما نجح سلاح الجو في تدمير مواقع محصنة وخطوط إمداد للتنظيم في قريتي خشام وحطلة بالريف الشرقي للمدينة.